السلام عليكم، وياكم دكتور حسين الغالي. اليوم راح نبدي سلسلة فيديوهات عن دعم الحجر المنزلي لمرضى كورونا. أول شيء سمعنا عنه أنه الحجر المنزلي وأهميته وفوائده، على مود نوضح أهمية الحجر المنزلي بكل بساطة لازم نشوف هذا المخطط اللي هو يمثل هذا المخطط يمثل عدد المرضى اللي هو هذا الخط الأزرق، عدد المرضى اللي جاي يجون المؤسسات الصحية، والخط الأحمر هو يمثل قدرة النظام الصحي على استيعاب أعداد المرضى. بالأيام الطبيعية اللي ماكو أزمات يكون عدد المرضى متغير، لكن كله ضمن قدرة النظام الصحي. يعني الدول لما تتكون أنظمة صحية تكون قدرة استيعابية شوية أكثر من الاعتيال أو المتوقع، بينما بالأزمات راح تتولد كمية مرضى كبيرة خلال وقت قصير، فراح تتجاوز قدرة النظام الصحي على استيعاب أعداد المرضى. هذا ايش راح تولد؟ راح تولد انه هذول المرضى بصعوبه يتقدم لهم خدمات صحيه كافيه، وكذلك المرضى الاخرين، يعني مرضى القلب، مرضى السكر وكذا، راح تقل الخدمات الصحيه لانه ماكو مجال بالنظام الصحي. فالحكومات بهاي الحاله لازم تسوي خطوتين مهمات. اول شيء ترفع قدره النظام الصحي مالتها، مثلا مستشفيات ميدانيه، مستشفيات طارئه، تعيين كوادر اخرى، أخوان خطوات، يعني هي تنقسم إلى يعني موظفين هم يعني كوادر تطوعية وكوادر يعني تعيين، وكذلك بناء مستشفيات ويعني أسرة ميدانية، أجهزة تخدير، أجهزة عناية مركزة. الخطوة الثانية هو تقليل أعداد المرضى اللي تجي للمؤسسة الصحية. تقليلها أول شيء من خلال تقليل انتشار المرض، يعني التباعد الاجتماعي، استخدام طرق الوقاية الشخصية، هاي ممكن نقلل أعداد المرضى اللي تجي خلال هذا الوقت المعين. الحجر المنزلي يعتمد على تقليل أعداد المرضى اللي تجي للمؤسسة الصحية، لأن هو مع مرض كورونا ممكن أنه 80-90% يكون مرض بسيط وممكن علاجه بالبيت. فإذا قدرنا نقلل أعداد المرضى اللي جاي تجي للمؤسسة الصحية، راح نقدر نقدم خدمات كافية لبقية المرضى اللي هم أصلاً يحتاجون خدمات يعني عالية، لأنه يعني حالتهم خطرة، وبقية المرضى كذلك، لأنه مرات تزداد عدد الوفيات من بقية الأمراض بالأزمات لأنه ماكو خدمات صحية تقدم لهم. طبعا زيادة قدرة النظام الصحي لازم يكون من خلال يعني مؤسسة الدولة، وحاليا نعم جاي نشوف خطوات واضحة بهذا الاتجاه. يعني ممكن تعيين أشخاص الدفعة السلمانية يتعينون، هذه كلها راح ترفد النظام الصحي يعني قوة عاملة، وكذلك يعني زيادة الأسرة، زيادة المستشفيات الميدانية.